أكثر من أسبوعين إضراب مراكز التدريب المهني بالعاصمة والولايات، في صور الآن حيتم عرضها. ومعنا في الأثناء الأستاذة هالة هاشم أمين، أمين مال اللجنة التسييرية بمركز التدريب المهني، للحديث عن يعني أسباب الإضراب المستمر إلى أسبوعين، تفاصيل أكبر حول هذا الموضوع. لأنه دي الآن صور ظاهرة أمامكم، لأكثر من أسبوعين إضراب مراكز التدريب المهني بالعاصمة والولايات. ليه الإضراب؟ حيستمر لمتين، مطالبهم محتاجين برضو نسمعها بشكل واضح ونعرف تفاعل الجهة المعنية معهم. كنا بنقول يعني تعقيبا أو تعليقا على الأوضاع في شرق السودان، إنه في ظروف الانتقال بشكل عام، التجربة بتقول كده، تجربة في السودان في مرتين سابقتين، والتجربة في العالم كله حقيقة اللي مر بثورات حتى على مستوى المحيط القريب فيما يتعلق بمراحل السابقة في الربيع العربي، بتزيد المطالب الفئوية والمناطقية، باعتبار أنه يعني فرصة للتعبير. أولا طالما في ثورة قامت، معناها في غبن موجود عند الناس، وفي شعور بالظلم لقطاعات كبيرة وواسعة جدا، فئوية وإقليمية ومناطقية. الناس بتشعر أنها كان عندها مشكلة، عشان كذا الناس تتعامل مع المواقف دي بشكل إيجابي. في كثير من القضايا هي قضايا عادلة تحتاج إلى معالجات من قبل الدولة في مرحلة الانتقال تحديدا، لكن بالمقابل الجهات نفسها المحتجة أو المضربة أو المغلقة للطريق تكون بالة طويلة. الناس صبرت لسنوات طويلة، بتحتاج إنه تدي فرصة للناس إنه يقدروا يعالجوا هذه المشاكل. ده تعليق عام، لكن خلونا نعرف الآن من الأستاذة هالة هاشم أمين، أمين مال اللجنة التسييرية بمراكز التدريب المهني، القصة بالكامل. أستاذة هالة السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذة هالة مرحب بك، لو عايزين بس الإضراب ليه؟ والله الإضراب طبعا هو ما كان يعني إضراب مثلا قرار سريع. احنا من بداية الثورة حاولنا انه نلفت نظر الدولة لنا لاهمية التدريب المهني. يعني احنا في الحقيقة الاساس بتاعنا اننا عايزين الدولة تنتبه انه التدريب المهني هو اساس التنمية. نعم، ده عنوان عريض. التفاصيل أيوة. مطالبكم شنو؟ مطالبنا كان اول شيء تكلمنا عن الاصلاح المؤسسي وازالة التمكين في من بداية الثورة، تمام؟ اتكلمنا عن الحته دي كثير، وطلعنا رفعنا مذكرات وجينا مجلس الوزراء وعملنا وقوات احتجاجيه وحاجات كثيره جدا جدا. نعم. عشان احنا لازم نكون يعني نأدي دورنا تماما في الفتره الانتقاليه، ونستفيد من 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 الحاجات المفروض مكتسبات الثوره حسب التدريب المهني، وتحديدا حاليا نتيجة الدولة كلها متجهة للتدريب المهني. طيب ده أمر جيد، يعني معناها فرصتكم جاية. لا مؤكد، لكن احنا عايزين القيادة الرشيدة، عايزين القيادة الرشيدة، ودايرين انه الدولة فعلا كتدريب مهني مكانتنا. احنا بنتكلم عن أشخاص، لكن بنتكلم عن فكرة بتاعت اننا عايزين نبني منظومة تدريب مهني قومية تأدي دورة في التنمية. كل المطالب دي طرحتوها لمنو؟ المطالب دي طرحناها من بدري جدا. قدمنا مذكرات في مجلس الوزراء، قدمنا للوزيره السابقه استاذه لينا الشيخ، وحاليا الحمد لله حاليا يعني احنا ممكن اقول لك احسن انه قعدنا مع وزيرتنا اللي هي تيسير، استاذه تيسير، والحمد لله حاجه كويسه انه احنا الاسبوع الفات يا دوب جاتنا استاذه نازك امين عام جديد مكلف. لكن طبعا بعد ما انتهينا من مرحله انه شويه اول صف او ثاني صف من الكيزان يمشي مننا. نعم. الوزيره تيسير النوراني وصلتوا معاها لنقاط حيتم تنفيذها؟ والله هي ما وصلنا لحاجات حيتم تنفيذها، لكن مبدئيا كون انه يعني شالت لنا الراس الفوق ده، فدي مرحله كويسه جدا جدا بنعتبرها. معناها ما في اضراب مفروض، يعني المفروض يكون انتهى الاضراب او تم تعليقه. لكن ما المشكله انه شنو؟ المشكله انه احنا بقت عندنا مراكز التدريب المهني كويس،
الجيش ممكن يكون فيه مدرب واحد، عندنا تسرب كبير جدا جدا للمدربين. كويس؟ لانه الاوضاع بتاعتنا الاقتصاديه سيئه جدا جدا. شكرا جزيلا استاذه. نعم ان احنا تفضلي قولي كلمتك الاخيره. ان احنا طبيعه العمل بتاعتنا طبيعه قاسيه جدا. نعم. يعني نفوق المعلمين ونفوق اساتذه الجامعات، لانه مراكزنا البيئه بتاعتها سيئه، طريقه العمل ذاته اليوم كل المدرب بيكون واقف مع الطالب ومتعرض لمخاطر كثيره جدا جدا. نعم. يعني ايوه، فنحن عندنا المطالب ذاتها، مثلا عندنا حاجه اسمها العمل المسائي. تمام؟ العمل المسائي ده هو عباره عن اجر ساعات عمل اضافيه. هو شنو؟ هو انه نحن عشان نحن المراكز البسيطه بتاعت التلمذة الصناعيه دي بقى عندنا قبول فتره صباحيه ومسائيه للطلاب. نعم. كلام جميل، بحيث انه لو كان المركز بتاعته 200 نحن بنقبل 400 في القبول. نعم. تمام؟ ال 400 ده بنقسم الدفعه بتاع السنه الاولى فتره صباحيه وفتره مسائيه. تمام؟ ويستمر الحال كده حتى في الصف الثاني وهكذا. نعم. شكرا جزيلا. أيوة. استاذه هاله هاشم امين مال اللجنه التسييريه لمركز التدريب المهني. صوره وضحت جدا.